بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام استكمالا للحلقات الخاصة بأسماء الله الحسنى هل الأسماء محصورة فقط في التسعة وتسعين اسما التي ذكرت في الحديث الشريف أم أن هناك أسماء أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فنعم هناك حديث صحيح أعتقد أننا ذكرناه في حلقة ماضية نعم. وهو أن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هذا الحديث واضح في أن عدد الأسماء أسماء الله الحسنى هو تسعة وتسعين واضح جدا أن لله تسعة وتسعين اسما نعم. وأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى ومسألة الاختصاص دي يعني تحتاج الى وقفه قصيره وايضا وقفه لغويه الاختصاص ده من فين؟ يعني يعني حين يقول ان لله تسعة وتسعين اسما او حين يقول القران الكريم ولله الاسماء الحسنى نعم احنا بنفهم فورا ان بنقول هذه اسماء مختصه بالله سبحانه وتعالى سبحان الله من نعم. اين هذا؟ ما فيش كلمه اختص من اين جاء الاختصاص؟ جاء الاختصاص من الفرق بين امرين ممكن لو نزلت الآية وقالت أو قال الحديث الشريف الله له تسعة وتسعون اسماً أو قال القرآن الأسماء الحسنى لله في فرق بين الأسماء الحسنى لله وبين لله الأسماء الحسنى هذا فرق لغوي دقيق فرق لغوي دقيق جداً نعم يعني لو قلنا لله الأسماء الحسنى لله ده قد يفهم منه أن الأسماء الحسنى قد تكون أيضاً لغير الله لا. لكن حين أقدم كما يقولون الخبر على المبتدا وأقول لا. لله الأسماء الحسنى هنا نكتة بلاغية كما يقولون وهو أن هذا هذه الأسماء خاصة لا يمكن إطلاقها لا. على غيره فإذا سواء في حديث لل إن لله تسعة وتسعين اسم غير لا. إن لو قال إن تسعة وتسعين اسما لله تقديم الخبر يفيد تقديم الخبر والاختصاص على المبتدأ نا. يفيد الاختصاص كما درسناه في علوم البلاغه زي مثلا لكم دينكم ولي نعم ما هو لما حين قدم لكم هو كان ممكن يقول دينكم لكم وديني نا. لي لكن لا يفيد الاختصاص انما حين قال لكم دينكم قدم الخبر اللي هو الجار المجرور المتعلق بخبر معزوف كما يقولون قدمه على المبتدأ هنا يفيد اختصاص الخبر بال 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 او قصره على على المبتدا. فضيلة الامام عفوا للمقاطعه ولكن نعود الى دعوه طالما تبنيتها فضيلتكم لضروره العوده الى قواعد اللغه العربيه للمتصدين لمثل هذه الامور والقضايا لتفهيم وتعليم الناس مثل هذه الامور. والله يا سيدي ليس فقط قواعد اللغه العربيه يعني هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين علم. نعم. يا احنا اخي نحن درسنا كم سنه في 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 الازهر؟ يعني اربعه ابتدائي اللي هي حولوها اعدادي فيما بعد كلها علوم تراثيه. خمسه ثانوي كلها علوم تراثيه. رحنا تخصصنا في اصول الدين اربع سنوات ندرس في علوم العقائد وكلها تراث فالمساله اخواننا يعني ناس كثيرين يس يعني يعتقدون انه ممكن ان يتحدثوا في هذا الدين او في هذه العلوم او هذا التراث اللي هو يشبه البحر لا يوجد تراث في اي امه من الامم او في اي دين من من الاديان قام حول الدين او حول كتاب الكتاب المقدس مثل ما هو موجود الان وده حقيقه بيخلينا احنا نشفق على هؤلاء لانهم لا يعلمون او لا يعرفون ما, ما هو هذا التراث؟ وما هي هذه؟ يتفضلوا يعني يبحروا ويورونا حاضراتهم يعني يفهموا نعم. ايه في هذا الكلام. انا اقول هنا ليه قال ولله الاسماء الحسنى؟ او ليه النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه تل. اللغه العربيه تدخل فورا تقول لك افهم ان هذا اختصاص. نعم. تقديم الجار والمجرور اللي هو خبر او يعني متعلق بخبر محذوف على المبتدأ يفيد الاختصاص. يعلم هذا نعم. اي دارس في الازهر في الثانوي. في علم المعاني لان عندنا البلاغه المعاني والبيان والمعاني والبديع ده في القسم ده فيما يتعلق بقسم المعاني من كتاب او من فن البلاغه كما يقولون على كل حال فخلينا هنا في موضوعنا يبقى هذا يفيد الاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم حددها 99 هناك احاديث وردت ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه عدد فيها التسعة وتسعين وهذا هو مستندنا في إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى هي أولا ذكرها القرآن لا أقول مجملة وإنما ذكر يعني ذكرها مفصلة في الصور كثيرة جدا لكن الحديث ضبطها في تسعة وتسعين طيب هذا يعني يلزمه الآتي هل أنا أتوقف عند التسعة وتسعين إسم ولا هناك اسماء اخرى؟ يعني اكثر العلماء او او يعني كثير منهم آه يقول نعم هي ورد الحديث ب 99 اسم نعم لكن في حديث اخر يفيد ان هناك اسماء اكثر من 99 وحديث صحيح ايضا هو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسالك أيضاً. بكل اسم هو لك ازلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك شاهد في الحديث العباره الاخيره بيقول بيقول اسالك بكل اسم هو عندك او انزلته في 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 كتابك او علمته احدا غيب او استاثرت به يعني في علم الغيب عندك يعني لا يعلمه احد الا انت معناها في الحديث يقول ان هناك اسماء يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلمها أحد غير غيره. استأثر غيره. يعني اختص بعلمها نعم فطبعا أمام هذا الحديث العلماء اضطروا أن يقولوا أن التسعة وتسعين دي علمناها فلا يمكن أن تكون هي المقصودة باستأثرت به في علم الغيب عندك وإنما معنى أن هناك أسماء أخرى استأثر بعلمها تزيد على التسعة وتسعين يعني هذه التسعة وتسعين دي أصول والاسماء الاخرى اللي هي قد تكون موجوده دي فروع لهذه الاسماء انما لا من نفس الـ الـ نعم نفس كانها فروع نعم أن او ان معانيها ترجع الى هذه الاصول الى هذه الاصول الذين قالوا انها 99 نعم قالوا يجب التوقف عند هذا العدد ولا يمكن اضافه اي اسم آخر لست حرا في انك انت يعني تجد اسم جميل كذا وتطلقه على الله سبحانه وتعالى فتصف به الله سبحانه وتعالى تصف بالله سبحانه وتعالى أذاء أهل السنة جميعا يقولون هذا لو ذهبنا إلى المعتزلة وفرق الأخرى وهم أيضا من المسلمين يعني هذه فرق إسلامية مئة في المئة حينما يقول المعتزلة يقولون لا يعني من حق العبد إذا وجد اسما جميلا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وجماله وجلاله من حقه ان يطلقه عليه وان يدعوه به. دي مساله احنا ما يعني ما ما كثير لكن من الافضل نعم. هو جمهور المسلمين ان نلتزم ان نلتزم بالتصفيق. بما سمى به نفسه. نعم يعني وحتى ضربوا مثلا يقول لك يعني واحد يقول لك والله ده المهندس الكون الاعظم والمهندس الاعظم للكون. طبعا هي مهندس اعظم نعم أصلك مهما تضيف من عندك فبصمة البشرية وبصمة الحس وبصمة النقص موجودة حتجيب من فين؟ إذا كان حتجيب من اللي حواليك كله نقص إذا فتمام الخلق جاء من الله سبحانه وتعالى فهو الذي وصف نفسه بتمام الصفة بتمام الصفة وقال هذه هي أسمائي هذه هي صفاتي فإحنا ندعوه بهذه الأسماء التي حددها أو ناس يقول لك ربك رب قلوب نعم. يعني ممكن يفهم منها انه مش رب ناس ولا رب عقول ولا رب وده اعوذ بالله ده كفر نعم. لكن يعني الامل في, في, ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده مثل هذه التجاوزات التي يعني لا تمس العقيده وانما هي يعني من ترداد وهي ما وهي لا تاتي عن طريق التعمد ولكن طبعا لا, لا تعمد ولا, ولا اعتقاد ولا حتى نعم. اعتقاد تقول نعم. له طبعا مش رب عقل يقول لك لا ده هو رب كل شيء خلاص انتهى الكلام فضيلة الإمام قبل أن نغادر الحديث الشريف الحديث يقول من أحصاها دخل الجنة فكيف ندخل الجنة من هذا الباب في ناس كثير تفتكر أن من أحصاها يعني حفظها ورددها وكررها دخل الجنة طبعا ليس هذا هو المقصود معنى الحديث لأننا أننا نعلم من أن الثواب على قدر نعم المشقة وإحصاء الأسماء التسعة وتسعين وحفظها امر ليس 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 فيه كبير مشقه سهله نعم جدا فليس من المعقول ان يترتب ثواب هائل وضخم في كدخول حجم الجنة الفوز بجنه النعيم نعم على حفظ 99 اسم وانما المعنى من احصاها من احصاها علما وعملا يعني علمها نعم وسوف يتبين لنا ان هذه الاسماء منجم وهنا نقطة في الأساس فضيلة الإمهار. من, من, من الأخلاق ومطلوب من الإنسان أن يتشبه بما يستطيع أن يتشبه به على قدر طاقته البشرية من أخلاق ومعاني هذه الأسماء. الأسماء هذا هو الذي أحصاها علما وأحصاها تشبها أحصاها تشبها هو الذي يدخل الجنة ومعلوم أن الذي يعني يتشبه بال بالصبور والشكور والغفور وكذا وكذا ده طبعا الى ان يعني الاخلاق هي الطريق المعبد والسريع الى الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا نعم الموطؤون اكنافا يعني اللي هو ما تلاقيش متكبر او انك انت يسهل عليك ان تتحدث اليه او ان تطلب منه آه الموطؤون أكناف الذين آه. يالفون ويؤلفون هذه اوصاف اهل الجنه وحتى يعني حضرتك انا مش عايز استطرد كثيرا وذكرنا قبل ذلك يعني العباده اذا لم تستند الى ظهير اخلاقي تبقى في مهب الريح ومعلوم الحديث حديث المراه التي حبست القطه فلا لا هي, هي اطعمتها ولا, أطعمت ولا هي أطعمت ولا تركت هي تركتها لان دي قسوه ده, ده موقف اخلاقي قاسي دخلت النار وايضا المراه التي كانت تصوم وتقوم وكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار. نعم. والمراه التي كانت تقتصر على الفرائض وتصوم رمضان فقط لكنها كانت تتصدق ببقايا الطعام وتحبس لسانها عن الحديث عن الجيران وعن الاصحاب وعن الناس قال هي من اهل الجنه. فاذا هنا الـ 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 يعني الاسماء الحسنى مملوءه. بال يعني فضائل الاعمال نعم. وفضائل الاخلاق من تخلق بها فعلا ده يعني هو طريقه الى وليس الجنة. من حفظها ورددها لا لا لا, لا حفظها ورددها هذا امر سهل جدا نعم وهذا يعني اسباب كما قلنا على قدر المشقه ودخول الجنه ده يعني مش هقول لك ثواب يعني السعاده التي لا سعاده بعدها فضيله الامام نقطه اخيره نختم بها حلقه اليوم هل الاسماء توقيفيه ام لا الذين نعم قالوا ان احنا نلتزم بالحديث 99 قالوا نتوقف عندما معنى توقيفيه اي نتوقف في الدعاء بها وفي تسميه الله بها عندما ورد به الشرع نقف عند حدود ما ورد به الشرع ايه اللي ورد به الشرع اللي هو 99 فاذا نتوقف عند حدود 99 لا, لا اسميه باسم اخر مهما كان هذا الاسم جميلا مهما كنت او لائقا اسما حسنا او جميل مهما كان لا لائقا بجلاله وجماله لا لا يصح لان الله هو قال ادعوني بهذه الاسماء نعم حتى الاسم الذي استأثر به انا لا اعرف ما دام به يعني اختص به لا يعلمه احد انا لا اعرفه فاذا ماذا تبقى لي من اسماء يجب ان التزم بها هي تسعة 99 التي المذكورة وردت المذكوره في الحديث المذكوره في الحديث في حديث ابي هريره وذلك نعم. دائما عند في يعني العلماء حينما يتعرضون لاي اسم من الاسماء الله تعالى حسنا يقول لك ورد في القران كذا وورد في السنه في حديث ابي هريره المعدد لان ابو هريره نعم. عددها وهذا هو ف... المصدر الوحيد المعدد فضيله الامام لكل ال 99 نعم لكل مع اجماع المسلمين نعم ومع ما ورد ذكره أما في, القرآن الكريم جاءت متفرقة جاءت متفرقة لم, لم تعدد في لا أي لا الموضوع لم تعدد ولا ترتب بهذا الترتيب نعم إنما موجودة في القرآن الكريم وأحيانا تؤخذ من من مشتق فعل مثلا فإذا لكن كما قلت المعتزلة قالوا لا يعني نتوقف عندها يعني بمعنى أننا ندعوه بها لكن إذا كان هناك أي اسم جميل أو جليل وممكن أن يطلق الله سبحانه وتعالى ولا يعني وينزهه ولا يلحق به نقصا هم يقول يجوز أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى طبعا أهل السنة يعني هم دائما حريصين على الأدب مع الله سبحانه وتعالى فيتوقفون عند هذا العدد ويقولون لهم توقيف الأسماء توقيفية لا تلفي قيام من صحش ألفق من المعنى ده والمعنى ده وأطلع اسم وأطلقه على الله نعم. شكرا فضيلة الإمام شكرا لمشاهدين الكرام على حسن المتابعة ولا لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله